طب دايما يعني دور الايتام بيبقى فيها ازمه زي ما حضرتك ذكرتي على اللونج ران، ان الاطفال بيبقوا عايزين يهربوا، واي دار ايتام بيبقى حابب ان هو يحط الشكل او الاستراتيجيه اللي هو من خلالها يخلي الطفل بالعكس بدل ما هو عايز ينفر ويهرب هو عايز يفضل ويستفيد. ودي معادله صعبه على فكره، الموضوع مش سهل ابدا، محتاج يعني خطه موضوعه وغيره وغيره. بس لما نيجي نتكلم هنا بقى ان احنا بنحط الرياضه او بنشرك الرياضه كمان معاهم، فدي عامل جذب لان الاطفال بيحبوا يلعبوا رياضه ويمارسوها وغيره، فده عامل اعتقد جد يعني جيد جدا. في نفس الوقت برضو ممكن يحبب الطفل في الدار اكتر، فبرضو احكي لنا عن تفاصيل ده لان احنا ما سمعناش عنها قبل كده. لا، هو اللي بيحصل ايه، ان احنا بنروح دور الايتام وبنقول لهم احنا هناخد الولاد، بنعمل لهم مجموعه من القياسات البدنيه، لانه بناء على القياسات البدنيه بنقول الولاد دي تقدر تتوجه لايه من الرياضه، سواء كانت الفايت او اللي هي القتاليه. وبالمناسبه الالعاب الفرديه احنا في مصر ابتدى يبقى لينا تميز فيها بقالنا فتره، او الالعاب الجماعيه، وخصوصا الولاد دول بقى بيطلع منهم كوره، ممكن يطلع منهم ابطال كمان بعد كده بشكل رهيب. على فكره في 3 بنات في الفريق الكرة النسائي، من واحدة من دور الأيتام، واحدة بنت جالها عقد احتراف في أيرلندا، وبنتين تانيين بيلعبوا في فريق مستقبل وطن. فدي سبحان الله، والله يعني البنات بيلعبوا، نقلة بقى من إيه لإيه، نقلت حياة شخص طبعا كامل يعني بالظبط. والله بجد صدقا بيلعبوا كورة، وأنا مش يعني مش أنتوا كورة قوي، وبيرقصوا في الكورة حاجة عالمية. أنا عايز أقول لك، غير فكرة إن هينتج عنهم أبطال مستقبليين، ده مجرد بس ان انتوا تعرفوا تسيطروا من خلال طبيعه اللي بتعملوه معاهم، تعرفوا تسيطروا على الاحتقان الداخلي اللي جواهم. وفي كتير من الاحيان، وده منطقي الى حد كبير، ممكن تلاقيهم ناقمين على المجتمع، فان انتوا تعملوا يعني معادله توازن. بالظبط كده، ده حاجه مهمه جدا، لان هو بيحس ان عنده متنفس بره، ان هو يا دوبك ياكل وينام ويشرب. دي حاجه بلس. بقى في حاجه تانية، النهارده لما هاخده هنشئه من الاول، او همرنه او ادخله او اعمله انخراط في التراك الرياضي، انا كمان كده هنا بديله وظيفه. بمعنى ايه؟ ان الولد ده او البنت دي ليتر اون هيشتغل مدرب، مساعد مدرب، هيشتغل اداري، لانه مش كلهم هيكمل تعليمه، بس على الاقل انا بديله سكه تانية، او بديله زي ما بيقولوا يعني ويندو يقدر من خلالها ان هو يلاقي منفذ بعد ال 18 يقدر يشتغل بيه، لانه في ولاد فعلا شفنا تجارب صعبه جدا في القصه دي. بس كمان الولاد دي بوتنشال او طاقه بشريه مهمه جدا جدا، احنا لما بنستخدمها، احنا عندنا اولمبياد 2024، ذاكره شويه في حته الاولمبيكس. بيجي بقى في الانديه في كشافين، الكشاف بيجي بيشوف الولاد دول، وخصوصا للجودو وللتايكوندو وللكاراتيه اللي هي الالعاب القتاليه اكتر، الولاد دول بيتاخدوا فيهم. والكوره يعني دي كانت حاجه برضو غريبه جدا، حبهم للكوره. فمن هنا الولاد كمان هي عندها حماس، مش بس ان احنا يعني هم في جزء منهم طبعا اخدوا انه لعب وفرحانين قوي ان هم بيجوا ايام للعب، بس كمان عندهم حماس بقى، في حاجه بيعملوها اكتيفيتي، واكتيفيتي مهم بالنسبه لهم. وفي منهم بيبدع فيه، وفي منهم ما بيبدعش، بس هو برضو في حاجه، انا انتمائي لنادي الصيد. اوكي، اول ما القصه دي انا نزلتها على فيسبوك، كميه المدربين اللي اتكلموا اللي كانوا متطوعين جدا بجد والله جدا، سواء كانوا بيقولوا احنا على استعداد نمرنهم فور فري ايا كان عددهم في الانديه اللي احنا بنروحها او الاكاديميات، عملوا ده فعلا. وفي اعضاء من النادي بنظام الخدمه المجتمعيه او سي اس ار زي استاذ فهد العطار، بجد مشكورا ان هو ادى للولاد الملابس الرياضيه بتاعتهم. الناس كلها كانت فعلا متحمسة جدا جدا انها تساعد في الحكاية دي او انها تشارك فيها، وهي جت من يعني برضو ده توفيق من ربنا، وجود مجتمع نادي متكامل بقى في الحتة دي.